رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وحبينا ان احنا نختم يومنا النهاردة بحاجة خفيفة من نوعها، لكن هي في نفس الوقت ليها ثقل، بخاصة في جامعة جنوب الوادي، لان احنا معانا نقدر نقول عليه نجم من نجوم جامعة جنوب الوادي، هو أحمد جمال مدني، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة عربي، وهو أول حاصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عام 2012 في الشعر، وأيضا حاصل على جائزة الشارقة في الموسم الثاني لمسابقة إبداع، وكمان برضو مش عارفة يعني كلام عنه كتير الحقيقه. هو معانا النهارده عشان يعرفنا على نفسه اكتر. بنرحب بيك يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. عرفنا عن نفسك اكتر يا احمد، قول لنا انت بدات موهبه الشعر دي من امتى؟ هل فيك من الصغر ولا اكتشفتها في نفسك جديد؟ والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاول الموضوع الشعر طبعا يعني بدا معايا من فتره كبيره جدا. في الاول كان القاء، يعني ما كانش فيه كتابه، بعد كده يعني تطوير الموضوع كان متطلب قراءه كتير جدا في الادب عموما. يعني بدات اكتب من حوالي 8 سنين، يعني حاولت اطور الموضوع عندي بالقراءه واسق الموهبه بالبحث والاطلاع والاجتهاد، بس بعدين وصلت لمرحله معينه ان انا اطمنيت ان مستواي يعني اصبح يعني كفيل ان هو يديني حجم وسط الناس اللي بتكتب شعر. لان طبعا بدايه الامر لما كنت، كان طموحي ان انا مثلا في الجامعه لما جيت اول مره كان طموحي ان انا اخد اول جامعه مثلا في الشعر، او مثلا اعرف مستوى بالنسبه للناس اللي بتكتب في النادي عندنا او في اي مكان. فتره من الفترات كده لحد ما طلعت بره وشفت الناس بتكتب ازاي، انبهرت من المستوى طبعا، يعني حسيت ان انا برضو ضئيل جدا بالنسبه للناس. بدا التطوير يعني ان انا الموضوع كنت حابب الموضوع، اديته يعني انا عرفت جدا ان على قد ما هديله هيديني يعني. فتعبت في الموضوع، الحمد لله ربنا اكرمني يعني، ولحد ما حصلت على المركز العام للجامعات المصريه، والموضوع بقي بالنسبه لي حتى يعني الصوره بقت اوسع والرؤيه اتسعت على بره مسابقات دوليه، وما اقتصرتش على الموضوع الجامعات المصريه بس. انت في البدايه الاول كنت بتشارك اكيد في المسابقات الداخليه ليها في جامعه جنوب الوادي، كانت ايه اول علامه كانت معاك؟ اول حاجه كان مركز، اخذت المركز الاول على مستوى الجامعه في الشعر 2010. ودي كانت، كان اول مركز احققه يعني على مستوى الجامعه جنوب الوادي يعني. وبعد كده قلت ان انت حصلت طبعا على المركز الاول على مستوى الجامعات المصريه في الشعر، كلمنا عن التجربه دي. كانت اول تجربه لي، كنت اول مره امثل جامعه جنوب الوادي في الشعر الفصحى منفرد يعني. كان ملتقى احياء لغتنا الجميله في جامعه اسيوط 2012، كان بمشاركه حوالي 24 جامعه مصريه. حصلت فيه على المركز الاول على مستوى الجامعه المصريه في الشعر الفصحى، ده كان اول مره اخذ مركز على مستوى الجامعه المصريه في الشعر الفصحى يعني. بعد كده طبعا كانت في تجارب بعد كده تاني بعد الموضوع ده ما حصل يعني. انت طبعا زي ما قلنا ان انت كنت حصلت على المركز الاول في مسابقه ابداع الموسم الثاني، وانت كمان برضو معانا النهارده علشان انت فزت في ابداع ثلاثه. في الابداع ثلاثه، كلمنا عن ابداع ثلاثه. هي كانت من اجمل التجارب اللي انا مريت بيها يعني. عموما يعني اصلا جايزه قيمه جدا وكبيره جدا، فيها تغطيه اعلاميه بتكون، وبكون الموضوع اصلا يعني متشاف من الناس كلها. ابداع اثنين، اولا كنت انا اول مره طبعا برضه اطلع امثل الجامعه في ابداع اثنين على مستوى الجامعات المصريه، كانت 35 جامعه مصريه خاصه وحكوميه معاهد، فكان الموضوع يعني واسع جدا جدا. كان في السنه اللي عدت كانوا مشاركين 158 شاعر على مستوى الجمهوريه، حصلت فيها على المركز الاول. وكان الموضوع يعني بدا عندي كده ان انا حاولت بقى ان انا اسعى برضه في حاجات ثانيه وكده، جت ابداع ثلاثه. وكان يحق للفائزين السنه اللي عدت المشاركه، فشاركت ثاني. ابداع ثلاثه كانت تجربه مختلفه جدا يعني، كان العدد اكبر بكثير، وكان الموضوع برضه تحس ان هو اكبر برضه، في منافسه اكتر. وكان بعد اصلا يعني برضه كانت ابداع واحد دي ما اسمها ابداع واحد، كانت وزاره الشباب والرياضه هي بتصرف عليها. لكن ابداع اثنين الشارقه طبعا لما الموضوع عجب الامارات فهي دعمت الموضوع، واصبح اسم الجائزه جائزه الشارقه الثقافيه لشباب الجامعات والمعاهد العليا المصريه. ابداع اثنين حصلت فيها مركز اول، وابداع ثلاثه برضه نفس الكلام. لسه بس احنا يعني بلغونا ان انا فزت، بس لسه مش عارف
مركز يعني. بس السنة زي ما قلنا يعني كان موضوع مختلف لان كان عدد اكبر بكتير جدا. فكانوا 350 شاعر. يعني هي بس مقتصرة على الجامعات المصرية ولا بتشارك فيها جامعات عربية مسؤولية؟ لا الجامعات المصرية، الجامعات المصرية خاصة حكومية ومعاهد عليا. بس يعني داخلية تعتبر. داخلية داخلية. طب إن احنا عايزين نعرف برضو مشاهدينا عن المسابقة دي اكتر، يعني ايه هي مسابقة الابداع؟ هي جائزة الابداع. جائزة الابداع هي بتكون جائزة ثقافية، في ثقافية وفنية يعني جميع المجالات، يعني فيها مجالات كتير جدا منها الشعر والقصة القصيرة والرواية والمقال والتأليف المسرحي والمسرح والغنى والعزف. لا فيها كل، فيها كل المجالات، فيها فنون تشكيلية وفيها فيها فيها نحت وفيها تصوير وفيها عموم، يعني في مجالات كتير جدا جدا في جميع المجالات يعني. تمام. وانت طبعا كنت بتمثل يوم جمال ولادي في الشعر الفصحى. الشعر الفصحى. تمام. كان في على الذكر ان اول حاجه عملها استوديو اعلام كانت اغنيه افتح يا مصر بابك، دي كانت من كلماتك وكانت من غناء احمد جمال مصطفى. كانت كلماتي وكان وكان الحان برضه احمد جمال مصطفى، توزيع دكتور سيد ضها واخراج دكتور عبد الله. التجربه دي كانت اول حاجه ليك؟ كانت لا مش اول حاجه ليا يعني، كان يعني اول تجربه غنائيه لي ان انا اكتب اغنيه. فموضوع يعني كان بالنسبه لي ان اول اغنيه كانت عملت، وكان اول شغل، كان اول شغل يعمل استوديو اعلام. فكان موضوع حلو يعني. فانا عملت الاغنيه كانت عن الثوره وكده زمان يعني، اتعملت اول حاجه عملها الاستوديو كانت الاغنيه دي اتنفذت يعني. وبعدها طبعا عملت شغل في استوديو ثاني. عملت شغل ثاني في الاستوديو؟ عملت سيناريو الفيلم التسجيلي معزوفه من الجنوب. كان بيحكي عن جامعه جنوب الوادي، تاريخ الجامعه. فعملت السيناريو بتاع الفيلم يعني. في حاجات تانية ممكن هتعملها في مع الاستوديو برضو؟ والله لسه يعني عموما يعني لسه ان شاء الله، بس يعني اي حاجه بتيجي انا تمام. انت ايه الجديد بقى اللي عندك، او ايه يعني الخطه المستقبليه اللي انت راسمها لنفسك؟ هو طبعا اي حد عموما في المجال لازم يكون راسم لنفسه خطه. انا يعني ان شاء الله باذن الله في ديوان تحت الطبع اسمه مهيأ اللي اغني، هيصدر ان شاء الله باذن الله عن سلسله كتابه شهر 5 أو 6 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ده اول ديوان، الديوان الاول ليا. وفي طبعا مشارك في جائزه الشارقه الثقافيه لابداع الادب العربي على مستوى الوطن العربي في مجال المسرح الشعري. دي ان شاء الله باذن الله في شهر 11، في شهر 11 اللي جاي تقريبا. ومشارك ان شاء الله باذن الله في جائزه البورد الدوليه في ابو ظبي في الامارات ان شاء الله في شهر 12. دي اللي هي الخطط اللي هي القريبه يعني. طيب بالحديث بقى على الطرف الثاني، البيت عندك بيساعدك ومشجعك على تنميه موهبتك، ايه دوره في تنميه موهبتك؟ دور البيت يعني كان يعني ابي رحمه الله يعني هو كان السبب في الموضوع يعني. طبعا هو كان بيكتب شعر وكده برضه، فهو كان بيديني قصائد لي ان انا القيها في الاذاعه المدرسيه زمان. كان عنده مكتبه كبيره جدا جدا يعني، كنت المكتبه تقريبا برضه يعني اعز ما حصلت عليه يعني من ابي يعني. فانا يعني طورت المكتبه برضه، كنت احط فيها كتب كتير جدا يعني. في الثمان سنين اللي فاتت دي اكيد يعني، او في العشر سنين اللي فاتت مثلا، كان القراءه يعني حاجه مهمه جدا. وانا اقتنعت برضه ان القراءه مهمه جدا لاي شاعر عايز يطور نفسه يعني. فاهم شيء القراءه، لازم يكون عنده قراءات ولازم يكون عنده خلفيه ثقافيه ويعني عنده واللغه كمان برضه، خاصه طبعا اللغه، تخصص في الشعر الفصحى. طبعا موضوع اللغه برضه صعب جدا، خصوصا ان انا تخصصي يعني كليه التجاره. خارج موضوع اللغه. نفسك فيه ازاي؟ موضوع اللغه يعني جاء معايا، كنت في اللغه العربيه كويس جدا من ابتدائي واعدادي يعني. فكنت معتمد طبعا على حاجه اللي درستها، طبعا ده مش كافي. بس يعني في فتره ثانوي كنت اقرا في الاصول علم النحو بسبب الدؤلي وسيبويه، كنت اقرا من ثانوي. بعد كده موضوع القران الكريم برضو كنت ساعدني في النحو كتير جدا. كنت يعني موضوع عربي القران الكريم برضو، فده يعني ساعدني في النحو. بعد كده عرفت ان في حاجه اسمها علم العروض، فاتقنت علم العروض يعني. انت اتعلمته بنفسك؟ علمت نفسي بنفسي. والله يعني ما كانش ما كنتش مثلا بتروح كورسات او بتروح؟ لا العروض، علم العروض طبعا المفروض ان اي حد بيكتب شعر لازم يكون عارف عروض موسيقى الشعر. فذكرت الموضوع يعني، كنت جبت اصل العلم خليل محمد الفراهيدي، وذكرت العلم ده واتقنته جدا جدا يعني. والحمد لله يعني ايه يعني الفتره دي بدي فيه كورسات هنا في اداب اللغه العربيه. تمام ما شاء الله. طب انت ايه سبب اختيارك للشعر الفصحى؟ انت بتقدم شعر عام اللغه العاميه يعني، اللي في اغنيه مثلا او حاجه زي كده؟ في الاغنيه مثلا. لكن الشعر الفصحى انا شايف ان اللغه الفصحى اللغه الام يعني هي الخالده.
لغة القرآن الكريم. وبعدين يعني واضح من كتابات حتى العصر الجاهلي مثلا لحد دلوقتي هو موجود من أكثر من 1400 سنة موجود الكتابات لحد دلوقتي، وشايف إن هو خالد وهو اللي باقي وسهل للترجمة حتى لو في بعد يعني فيما بعد ذكرني التاريخ أم لم يذكرني، فهيكون سهل إنه يعني العمل الترجمة للغة الثانية. لكن اللغة العامية أو اللهجة العامية هي مش لغة، لهجة طبعا، فممكن تتغير فيما بعد او مثلا يدخل على تغييرات او ممكن مثلا هيبقى محليه برضه، العاميه المصريه غير العاميه الخليجيه غير الليبيه غير، لكن اللغه العربيه طبعا اعم واشمل وتشمل الجميع يعني، اكيد يعني تذوق اللغه هيعرف قيمتها. تمام. القصائد اللي انت بتكتبها بتختص مواضيع معينه ولا انت بتكتب يعني بتكتب الحشو يعني يعني موضوعات القصائد اللي بتكتبها؟ تمام. هو في الاول طبعا الموضوع بيكون يعني اي حد بيبدا بيكتب اللي حسه او في موقف اثر فيه بيكتب، لكن فيما بعد لو الحد اي حد يعني شاعر خد طريق الشعر كانه مشروع حياه لازم يعمل نفسه مشروع وتوجه، بيبقى ليه سياسه معينه توجه معين ده فيما بعد يعني، لو الموضوع بالنسبه له ان هو اصبح حد محترف في الشعر او حد ليه طريق معين عايز يسلكه في الشعر فلازم يبقى ليه توجه ويبقى ليه اسلوب ويبقى مختلف عن الناس، يبقى ليه طريق يمشي فيه لوحده بعيد عن اي حد، يبقى ليه سياسه، يبقى ليه كل حاجه في الدنيا يعني يحاول ما يخرجش عنها عشان خاطر يكتسب مصداقيه ويكسب مصداقيه الناس والناس تصدقه يعني. تمام. انت وصلت طيب للمرحله اللي انت تقدر تكون فيها نفسك سياسه في معينه، ايه سياستك في كتابه قصص الشعر؟ يعني اول حاجه انا بحاول اكون انساني الى حد كبير جدا، تتناول الجانب الانساني. جانب هو اهم جانب، هو الجانب الباقي والخالد وهو الجانب اللي بوصل الشعر العالميه يعني الذات الانسانيه، الحكي عن الذات الانسانيه. في تجارب كتير لشعراء مثلا محمود درويش شاعر طبعا عظيم وعبقري، تناول القضية الفلسطينية مش ما قالش القدس والقدس وكذا كذا، لكن تكلم عن الجانب الإنساني، ترجمة عمل أكثر من 28 لغة والموضوع يعني أصبح وصل للجميع يعني، فقصدي إن الجانب الإنساني بيوصل أسرع من أي جانب ثاني، الذات الإنسانية واحدة في كل البلدان يعني، فأنا أخذت يعني عموما بيهمني الإنسان في العموم يعني، بتكلم عن الإنسان بكل مشاكله، بتكلم عن أي حاجة تخص الأرض والطين، البيئة اللي أنا اتولدت منها وطلعت منها، فخور جدا بأن أنا من أقصى الجنوب زي ما بيقول، فيعني ده كله برضه بيأثر في شخصيتي. أكيد فخورين إن إحنا عندنا رمز زيك أكيد. ربنا يخليك. طيب قول لنا حاجة كده قصيدة مثلا مميزة عندك أو بتميزك أنت كأحمد. قصيدة يعني ممكن أقول قصيدة قريبة مني يعني اللي فزت بها في جائزة الشعر الثقافي إبداع 3، هي اسمها صعود إلى هاوية. كأنه الوحي حالي حال إذ حل، قد مل ما ملت مال القلب ما مل، قد كال كيلا فكلت خطوتي وكلت كل الذي أكل القلب الذي كلا، قد سال ما سال من دمع إذا سألوا هل تبت بعد الذي عانيته، كلا كأنني قلعة والجيش يقصدها فحاصروني وجيشي حينها ولا، هناك على بعد حزن ونصف حياة ولدت وعشت كمن عاش من هؤلاء الذين استقرت بهم هذه الأرض فوق الدموع، ورغم المعاناة لا ينزفون يزفون أحلامهم للحياة، يربون آمالهم ليس أكثر، يروون أحزانهم للسواقي وقت الغروب، هناك ولا صدق إلا هناك، يغطي الحنين البلاد وتخضر أنفاسنا والمزامير تشدو، ترن الأغاني ويكسو البياض القلوب، وأمي هناك لها السير والسر سدرة هذا الغناء الشقاء الذي ورث الأهل، هذا اللواء السماء بما ليس أعرف، وهي الأميرة كل المسيرة، أخطف كل النجوم وأفرشها تحت أقدامها في الدروب، هناك عرفت الحبيبة يا أصدقائي، دعوني أحدثكم عن هواي، على وقع أقدامها اضطربت وردة ثم فاحت، وروح استراحت وراحت ومت وهذه الكمنجات ناحت، حييت قعدت وقمت وسرت وقفت نظرت بحثت مسكت تركت ونحت سكت ضحكت حضرت وغبت شردت سكرت أفقت ونمت، صحوت وصحت فصاحت وتخجل شمس ويأفل بدر إذا كشفت حجبها ثم لاحت، وودعت أرضي حزمت من الذكريات الذي سوف يكفي لأنزف شوقا، تأبطت أحلامي المنهكة
خرجت إلى عالم لا يضيء سوى بالنزيف خرجت، ومنها هنا تبدأ المعركة على هذه الأرض. من قرية في أقاصي الجنوب خرجت، كما يخرج الأنبياء الرسالة فيض من الكشف عن حكمة الطين، كف عليها من الحب ما ينبغي لانتهاء الحروب. أنا ابن الجنوب، صدمت بهذا المكان الغريب. هنا والمدينة سجن كبير بلا أي قلب كأسفلتها، لا أفتش عن نخلة في الشوارع أو قمحة في المصاعد أو ضحكة صادقة. هنا يولد الحزن والجرح ينمو على القلب والغربة الحارقة. هنا لا يطير الحمام ولا النيل يحكي، يطير الدخان. وأمشي وحيدا بقرب جدار، أغطي المساكين في الطرقات بأغنية ليس أملك إلا الغناء. غطائي سمائي وأغنيتي ما نزفت، ووحي حروفي سفين المعاناة والمستقر البكاء. إذا مت لا تضع وردة فوق قبري، وباسم امنحوها إلى عاشقين، لبنت على مقعد في انتظار حبيب، لكل المساكين في الأرض والفقراء فهم يستحقون أكثر مني الورود. لكل الذي لم يذق طعم هذا الخلود، خذوا قبلة تحت هذه الوسادة والقوا بها في سفينة من غادر الأرض حتى يعود. وحيد أنا تحت هذا الظلام، ومن غادر الأرض ألف وحيد. فعلا كمان في الشعر، فانا عايزك تقول لهم حاجه. اول يعني في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه توماس اديسون كان بيقول اعطوني 1% موهبه، 99% دراسه واتقان، اعطيكم موهبه كامله. فالموهبه مش حتى لو كانت حجمها اكبر او حجمها كبير، لازم تثقل بالدراسه والاتقان والاجتهاد. فاي حد عنده موهبه لابد ان يثقل الموهبه ويشتغل عليها مره واثنين وثلاثه. الحاجه الثانيه البساطة في التعبير عن أي شيء، حتى في الغناء، في الشعر، في أي شيء. جان كوكتو كان بيقول مقولة مهمة جدا، الفن هو التعبير بأشياء بسيطة عن أشياء معقدة، وليس التعبير بأشياء معقدة عن أشياء بسيطة. فإذا البساطة هي السر المفتاح، البساطة العميقة اللي وراها عمق، وراها إنسانيات، وراها جوانب إنسانية ممكن نناقشها أي شاعر أو أي كاتب أو أي حتى مطرب. فده اللي أنا بنصح نفسي بيه وبنصح الناس بيه برضه. احنا بنشكرك جدا على الفقرة المميزة دي، والله فعلا فقرة يعني اضافت كتير لحلقة النهاردة من برنامج صباحية جمعة، وبنتمنى لك التوفيق في مسابقة في جائزة ابداع الثالثة ان شاء الله. هنبقى اكيد نتابع معاك اكيد ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا كان معانا تقريبا علم من اعلام جامعة جنوب الوادي، والحقيقة يعني نتمنى له دايما التوفيق والتقدم، لان هو فعلا بيمثل، ما اصبحش بيمثل كمان جامعة جنوب الوادي بس، ده اكيد بيمثل جنوب الصعيد كله، وكان بيمثل يعني ان شاء الله نشوف كمان بيمثل مصر في كل المسابقات العالمية. نشكركم مشاهدينا على متابعة الفقرة الختامية دي، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا. بعد الفقرة دي معانا تقرير عن مبادرة اسمها كينا رانرز، هنشوف المبادرة دي بتتكلم عن ايه بالظبط، وبعد المبادرة نروح لنشرة الاخبار. فاصل ونرجع.